أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يعاني منها ملايين الأشخاص في العالم، والذي فشل عديد الباحثين في إيجاد دواء جذري له. اليوم توصل الباحث التونسي حبيب الزغواني بعد فترة طويلة من البحث إلى اكتشاف علاج ممكن لمرض السكري صنف 1 بعد نجاح تجربة الدواء على فئران المخابر، ومن المتوقع أن يكون هذا الدواء جاهزا للاستعمال بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة من البحث والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية، توصل البروفيسور حبيب الزغواني مدير قسم طب الأطفال وعلم الأحياء المجهري وعلم المناعة بجامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اكتشاف علاج ممكن لمرضى السكري صنف 1. الباحث التونسي أكد أن تجربة البحث كللت بالنجاح على فئران المخابر، مشيرا إلى أنه سيسعى مستقبلا إلى إنتاج نسخة من هذا العلاج تستخدم لدى الإنسان. يقضي عليه تماما القناة مي في الفأر. Donc maintenant on est en train de transformer le produit pour l'homme. هذه باش تطلب على الأقل 5 سنوات، وبعد ما ينجو الدواء للراجل يلزم نعملوا تجربات قبل من الببليك ياخذوا. وقال البروفيسور أن التوصل إلى هذا الاكتشاف من شأنه أن يعيد توجيه البحوث والاختبارات الطبية فيما يتعلق بمرضى السكري نحو تصور جديد مغاير لما هو موجود. الاكتشاف باش يغير الديريكسيون تاع لي شيرشور، وعلى قد ما التغير هذاك يقع يعجل الخلود إلى دواء. الاكتشاف وجد صدى كبيرا لدى الإعلام الأمريكي ولدى الناس. حسب الباحث حبيب الزغواني، ترجم بتلقيه عديد الاقتراحات بمنحه مبالغ مالية لاستكمال البحث. جاوني إيميلز، آلاف وآلاف الإيميلز، وعطاوني حتى العباد دي دون بور فير لا ريشيرش، دي دون دي كيفاش فلوس من عند خواص باش يشجعوا الريشيرش. وقتها تعمل الريشيرش مش تفكر في البري نوبل، تعمل الريشيرش تفكر في تقدم الريشيرش. البري نوبل يتطلب سنوات وسنوات، ويشوفوا ليدي اللي قبلتها الكوميونيتي سيانتيفيك وشنو عمل امباكت على الببليك ولا سيونس. دونك ما تخدمش باش تحصل على البري نوبل، تخدم باش تقدم الريشيرش. زيارة الزغواني إلى تونس كانت فرصة لبعض الباحثين للتعرف على هذه التجربة وتبادل الخبرات. ويحضر معنا في الأستوديو الباحث الدكتور حبيب الزغواني. أهلا وسهلا بك دكتور، سأحاول أن أتكلم بالعامية حتى تفهمني أكثر. إذن مرض السكري صنفان، صنف 1 وصنف 2، وصنف 1 هو الأكثر خطورة، والدواء اللي اكتشفته وتبحث فيه موجه بالأساس للصنف الأول، هذا صنف 1. نعم، هو موجه لصنف 1 اللي هو مرض يضرب الأطفال. دونك يكومونس تري تو دون لا في، مي ينجم دون ليفوليسيون دو لا شوز يستعمل لصنف 2. طيب صنف 1 خلينا نفسره للمواطن العادي، صنف 1 هو المرض هذايا الأكثر خطورة، اللي ممكن تكون عنده مشاكل على العينين والقلب والكلى والساقين. الدواء هذايا سيقضي تماما، مش يقضي تماما على المرض هذايا، مرض السكري. إذا كان نجح الدواء المريض ما عادش ياخو أنسولين، تولي من جديد لسلول بيتا نتاعو ينجو الانسولين وما عادش، يعني هو باش يعوض الانسولين وباش يقضي تماما على المرض. هو الدواء باش يحيي لسلول بيتا اللي هما ينجو الانسولين. نعم، الاكتشاف هذا يا دكتور انت جربته على الفيران. الفيران. نعم. ويطلب 5 سنوات كما شفنا في التقرير باش يقع انتاجه واختباره على الانسان.
حسب التقريبات عن كومباني فارماسيتيك كي سونت انتريسي للبرودوي وحسب ما هما التقدم نتاعهم في انتاج الدواء وال لي سيلول الخلايا الاوليه نجم يكون في 5 سنين ولا اقل وينجم يكون في اكثر. طيب المواطن التونسي توا لهنا يتسائل كيفاش ممكن يوصل له الدواء نهار اخر والكلفه نتاعو يعني القيمه الماليه نتاعو كيفاش؟ الدواء يوصل الى كان خلطنا البرودوي نتاع الدواء يوصل لكل بلاصه في العالم خاطر مش مجعول هو لتونس برك ولا التونسي برك خاطرني انا تونسي هو مجعول للناس الكل وهذاك الغرض نتاع الريشيرش حسب التكلف المالي الكلفه الماديه الكلفه الماديه وقت تشوف انت واحد باش يقعد ياخذ الانسولين حياته الكل كومباري مقارنة تاخذ فتره شهر ولا 2 ولا 6 اشهر للدواء هذا وترتاح نهائيا من المرض ترتاح نهائيا ما فيهش وقتها تخير الكلفه المرتفعه على ما فماش كومباريزون. طيب الدواء باش يكون كيفاش في شكل حقنه باش يكون مستحضر واحد ولا اكثر من مستحضر حسب تصوراتك انت الان؟ حسب التصورات مش هذا مش معناها ديفينيتيف ينجم يكون ان برودوي ان بروتين و او ميم طون اكومبانيي دان ترانسفير سيلولير كو اون بو افوار شي لي بارون ولا شي لي فرير لي سور او كالكان كي ا لو ميم تيب سون معناها ماهوش ما فيهش مشكل ان فوا حسب رايي يعني مش يكون دواء في شكل حقنه شنو هو بالضبط مستحضر واحد ربما او اكثر ربما مجموعه حرابش ربما حرابش يبتلع يشربها الانسان و او ميم طون اكومبانيي دان ان ترانسفير سيلولير انترافينوس. شفنا اهتمام عالمي كبير بهالاختراع هذا يمكن لانه مرض السكري خلينا نقولوا انه في تونس عندنا اكثر من 1 مليون شخص مصابين بالمرض هذا وفي العالم فما قرابه 500 مليون شخص مصاب بالعالم فما اهتمام كبير بالاكتشاف هذا. كما قلت في البدايه هو يضرب اشخاص بيبي في صغر سنهم دونك حياتهم كامله الحياه اللي باش يعيشوها تتغير وتقع امبيتاسيون ويخسر عينيه ويخسر واحد دونك ممكن جلطه قلبيه اي في الاخر تولي دي كومبليكاسيون كاردياك وحاجات اخرى دونك ان شاء الله هذا الكل يتنحى هذا الغرض منه الماديه والحسابات الاخرى والنوبل ودار شنو هذا كل حكايه زايده تبقى مازالت طالما انه الدواء ما وقعش انتاجه فعليا وما وقعش تجربه على الانسان وربما الوقت بعد ما يتعمل الدواء ينجم يستعمل التيب 2 حتى التيب 2 عنده زاد الصنف الثاني هذا اي عنده ايكونوميكمون اي سانتي ان امباكت دون لو موند انتيي. نعم في الختام دكتور خليني نقول لك هنيئا لتونس بباحث مثلك ودائما نتشرف بوجود باحثين وقدرات تونسيه وكفاءات على مستوى عالمي. شكرا لك دكتور الباحث العبيب الزغواني كنت معنا في الاستوديو.